السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأربعاء 14 من رمضان 1436 هجري، الموافق لي 1 من تموز يولي 2015 ميلادي. الجو اليوم طبيعة رائعة جدا في ستوكهولم، درجة الحرارة بال24 25 درجة مئوية، تشم روائح الأزهار وروائح الأشجار تفح، يعني راحة. وهناك شمس، وهي ما نحبه في هذه البلاد ونفتقده دائما، الشمس. في هذا اليوم الفضيل، فضيل لأنه من شهر رمضان، وفضيل لأننا نمتحن وما زال نمتحن يوما بعد يوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الكربة عن الأمة ويفرج عنها، وأخص بالدعاء هذا اليوم مصر، فمصر هي كسوريا بلدي، وأهلها أحبابي جميعهم بغض النظر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيهم شر الفتنة وشر الحرب. اللهم أطفئ نار الحرب التي يحاول إشعالها من لا يخافك يا الله ولا يرقبك. يا أهل مصر الأحبة، لا تنجروا إلى هذه الفتنة التي يسعى إليها من يريد السيطرة عليكم. يضرب الكرسي، يضرب الكرسي هذا اللي بده يدمر بلد كاملة ويدمر شعب كامل. احرصوا على وحدتكم يا أحبتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيكم شر محدثات الأمور التي تحدث الآن والتي ليس فيها خير، أبدا ما فيها خير. اللهم احمي مصر وأهل مصر وأحبتي في مصر يا الله، كما جميع بلاد المسلمين. أيها الأحبة، البارحة اعتذرت لكم عن اللحن في اللغة والزلل في الخطأ، فقال لي أحد الأخوة حفظه الله واسمه إبراهيم، وهو أيضا يحب مصر كما أعلم، هو فلسطيني ولكنه يحب مصر، ففلسطين لمصر ومصر لفلسطين، وسوريا لمصر ومصر لسوريا، اللهم فرج عن الجميع. المهم قال لي: يا دكتور، أنا عندي ماجستير في اللغة العربية، وطيب خاطري وقال لي أنك تتكلم العربية بشكل جيد، فشكرته جدا، وذكرني بالشيخ الخطاط محب القرآن وخادم القرآن الدكتور عماد، وهو إنسان مرهف الحس وذو ذوق رفيع ويحبني كثيرا، وهو خطاط وكله ذوق. فيقول لي: خطك حلو يا دكتور، خطك حلو. وأنا أعرف أن خطي بشع جدا، وكان والدي دائما يسخر مني من خطي ويقول لي: خطك كخرابيش الدجاج، أي الدجاج. الله يحفظك يا حجي ويبارك لنا فيك. نوم دكتور عماد لي: والله خطك حلو، خطك من أجمل ما يكون. الله يسعدك يا دكتور عماد، ويسعد الأخ إبراهيم. كل واحد بيجبر خاطر الناس مثلنا المساكين، اللهم اجعلني من المساكين واحشرني في جملة المساكين. فشكرا لك يا إبراهيم، أنت والدكتور عماد تجبر خاطر واحد معتر مثلي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصن لفظي وأن يحصن خطي، وأن يجعلني مثل دكتور عماد ومثلك من خدمة القرآن ومن حفظة القرآن الكريم. آمين يا رب العالمين. احرصوا يا إخوتي كما قلت لكم على قول الخير، وتجنبوا الخوض في الفتنة في هذه الأيام. إن العنف لا يداوى بالعنف إلا بحالة واحدة، عندما يكون دولة مقابل دولة، ولكن دولة مقابل أفراد. لا يمكن لهذا العنف أن يقابل بالعنف، لأن الدولة تملك مقدرات إعلامية ومؤسساتية بأن تمحي الطرف الآخر، وهنا تنشأ الفتنة بين الناس، وتنشأ المظالم، وتنشأ الكراهية. فحاولوا قدر الإمكان الابتعاد عن ذلك يا إخوتي، ابتعدوا عنه فليس فيه خير لكم. لن نستطيع التغيير، التغيير لا يأتي بهذا الشكل.
التغيير يأتي بتغيير الأفكار، التغيير يأتي عن طريق الكلام، أما استخدام السلاح فلا يؤدي إلا إلى الدمار، لا يؤدي إلا الدمار. وأنتم تعلمون أن هذه لعبة سياسية وسخة، والأيدي التي تحركها أيدي وسخة ونجسة وقذرة، فلا تكونوا أدوات عند هذه الأيدي الشيطانية. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. السلام عليكم.